بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مساكم الله بالخير جميعا. في الواقع الموضوع عن الطاقة والاستدامة. كنت البارح مع الفريق الإعداد اللي أشكرهم شكر الجزيل على هذا التنظيم الرائع، أشكر كل شخص منهم الله يعطيهم العافية. لما تكلمنا عن موضوع الطاقة قالوا موضوعك شوي يعني باهت، قد ما تحصل على اهتمام من الجميع في هذا الموضوع. يعني شوية أحبطني صراحة هذا الكلام، حتى ما بغيت أجي اليوم صراحة. لكن فكرت في الموضوع، ليش هذا الموضوع باهت؟ وأتفق معاهم، أنا أعتقد أنه باهت لأن الطاقة دائما نأخذها شيء مضمون، ما نفكر وشلون. اليوم قمت الصباح مثلا استخدمت الطاقة في المنزل، في المطبخ استخدمت الغاز، في الكهرباء، في السيارة، في الوقود، دائما مضمونة الطاقة. طبعا الحمد لله في هذا البلد عندنا هذا الضمان موجود، لكن هناك بلدان كثيرة لا غير مضمونة، فبالتالي ضمانها تعطي أفاق يعني ما نفكر فيها كثير. فأتمنى اليوم أعطيكم شوية نبذة عن الطاقة وعن الاستدامة وعن أهميتها في أي بلد أو أي أمة. فإذا تسمحون نستخدم بعض الشرائح عشان تساعد في فهم الموضوع. فالطاقة هي عصب الحياة أنا أسميها، يعني ركائز تقدم أي مجتمع، التعليم، الصحة، الصناعة. بدون طاقة لا تستطيع أن تقوم بهذه الأشياء، فهي مهمة جدا لأي أمة لأن تتقدم تكون في المصاف الدول الأخرى. فتكلم عن تعريف الطاقة، بعد ذلك عن الاستدامة، ومن ثم كيف نستفيد منها. يعني تدكس عادة هو ليس لشرح موضوع معين، هو شرح موضوع حتى أن الآخرين يستفيدون منه ويأخذون العلم للمنطقة الأخرى. الطاقة لو تفتح أي كتاب يقول الطاقة هي القدرة للعمل، يعني تعريف صراحة ما هو واضح، تعريف يمكن أسوأ من السؤال. يعني ما هو القدرة للعمل؟ لذلك الطاقة لا يوجد لها تعريف واضح، ولا تستطيع أن تقيس الطاقة، بينما تستطيع أن تقيس شواهد الطاقة. يعني مثلا الطاقة الحرارية تقيسها بدرجة الحرارة، الطاقة الحركية تقيس بها بالسرعة، الطاقة الكامنة مثلا بالارتفاع. فكل هذه الشواهد لهذه الطاقة تستطيع أن تقيس شواهدها، مثل درجة الحرارة، الارتفاع. الطاقة الكهربائية تقيسها بالفولتج أو بالفرق الجهد والتيار الكهربائي. الآن هذا التغيير من شكل إلى شكل هو في الواقع لا تستطيع أن تحدث طاقة أو تخلق طاقة، ولا تستطيع أن تتخلص من الطاقة، فهي تتحول من شكل إلى شكل. يعني الطاقة أنا أشبهها مثل الأصول. يعني مثلا عندك أنت كاش في البنك، هذا نوع من أنواع الأصول، عندك عقار، عندك مصنع، عندك كذا، هذه كلها أصول وتتختلف من شكل إلى شكل. والنقد اللي تستخدم في تقييم هذا الأصول هي وحدة الطاقة. فالطاقة لها قياس بالكالوري، بالجول، كيلو وات أور، كلها تعتمد على نوع المجال اللي تستخدم فيه الطاقة. اللي احنا تعودنا عليه لما نقول الطاقة أما طاقة كهربائية أو وقود، بس مو كلهم وقود أو طاقة كهربائية. فالوقود هو في الواقع يتحول من شكل إلى شكل لإنتاج هذه الطاقة. فلما نتكلم على تحويل الطاقة وإنتاج الطاقة والوقود الذي يستخدم في الطاقة، هناك تبعات لاستخدام هذه الطاقة. ففي العالم بشكل تستخدم الطاقة كمقياس تقدم الدول والأمم. فيأخذون الطاقة التي تستخدمها كل بلد، يقسمون على عدد السكان، يكون هذا الطاقة بير كابيتا أو الطاقة بالشخص. فكل ما ارتفع هذا الرقم عادة فهي دولة متقدمة، وكل ما ارتفع هذا الرقم في الصناعة فهي دولة صناعية متقدمة، في مثلا في الزراعة فهي دولة زراعية. طبعا يعتمد على الأجواء ويعتمد على أشياء كثيرة. فتحويل الطاقة من شكل إلى شكل، يعني مثلا محطات إنتاج الكهرباء، أنا ما أسميها محطات إنتاج الكهرباء، هي محطات تحويل من طاقة إلى طاقة. يعني مثلا محطات الكهرباء لإنتاج
مثلا المحطة في على طريق الدمام اللي بي بي 9 أعتقد، هذه تأخذ وقود تحرقه تحول إلى طاقة حرارية وثم طاقة حركية وبعدين إلى كهرباء. هذا الأكتيفيتيز هذا يظهر معها نشاط غير مستحب اللي هو إنتاج ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون هو ينتج نتيجة حرق الوقود أو الفحم أو الغاز الطبيعي أو بما يسمى الكرود أويل أو الزيت، وينتج منه غاز ثاني أكسيد الكربون، وهذا الغاز مختلف عن مكونات الهواء. يعني زي ما تعرفون الهواء يحتوي على 20% أكسجين و 80% نيتروجين تقريبا، يوجد 400 جزء من المليون ثاني أكسيد الكربون، فكمية قليلة جدا. ترى كثير من الناس يعتقدون أن ثاني أكسيد الكربون هو كمية كبيرة، هو 0.04% من مكونات الهواء، لكن ارتفاعه 100 جزء في المليون يسبب ارتفاع متوسط درجة حرارة الكرة الأرضية. درجة الحرارة الكرة الأرضية حتى الآن ارتفعت متوسط درجة واحدة مئوية. قد تقول يعني ما هو يعني تأثيره هذه الدرجة الواحدة مئوية، لكن على المتوسط تجد هذا يؤثر على الطقس بشكل كبير، يؤثر على درجة الحرارة وارتفاعها، يؤثر على الجليد وذوبان الجليد في المحيطات، وهذا بحد ذاته له تأثير كبير جدا على الثروة السمكية، على مستوى المياه، وعلى هذه الأمور كلها. فتجد هنا إنتاج ثاني أكسيد الكربون عالميا من 1750 حتى 2022 وصلنا إلى 59 بليون طن في السنة إنتاج ثاني أكسيد الكربون. طبعا دول كثيرة من أهمها الصين هي من أهم من يعني ينتج ثاني أكسيد الكربون. هنا نجد ثاني أكسيد الكربون يعتمد على أي نوع من الطاقة التي نستهلكها وينتج منها ثاني أكسيد الكربون. أكثر نوعين اللي هو إنتاج الكهرباء، والشيء الثاني اللي هو استخدام المواصلات وبالذات السيارات. طبعا مواصلات السيارات والبواخر والطائرات وكل هذه، فهذا ينتج منه كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون ليسبب في ارتفاع درجة الحرارة أو ما يسمى الاحتباس الحراري على الكرة الأرضية. يجب يكون هناك عمل على هذا الأمر. العمل اللي هو استخدام الطاقة المتجددة. لما نقول الطاقة المتجددة، تعريف الطاقة المتجددة هي الطاقة التي تأتيك خلال 25 سنة. الطاقة الشمسية تأتي كل يوم، طاقة الرياح كذلك، طاقة الأمواج، الجيوثيرمال، الهيدرو، البايوماس، الويند، كلها متجددة. فالأصفر هذا الدائرة الصفراء هو كمية إشعاع الشمس اللي يسقط على الكرة الأرضية، كمية 23,000 تيراوات. النقطة الخضراء هو استهلاك الكرة الأرضية من الطاقة أو من الباور. نستهلك حنا الكرة الأرضية كلها 16 تيراوات، يبين لك الطاقة الشمسية أكثر بكثير مما نستهلك إحنا. ففي فرصة كبيرة جدا، طبعا موجودة ومعروفة من الستينات استهلاك الطاقة الشمسية. الأنواع الثانية موجودة، وتجد أنه الأصفر هذا متجدد، اللي على اليمين اللي هو الغاز الطبيعي، الزيت، طبعا الطاقة الذرية والفحم. تجد الفحم تقريبا 900 تيراوات، هذا اللي موجود على الكرة الأرضية وليس المستهلك. فإحنا على أساس نخفف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نبغى نروح على الجهة اليسار، وحاول أن احنا نستفيد من الجهة اليمين في أشياء ذات قيمة أعلى. يعني المواد الهيدروكربونية أو الزيت، هذا موجود في الكرة الأرضية على ملايين السنين، وهي مادة كيميائية نقدر نستفيد منها في أشياء أكثر بكثير من إنتاج الكهرباء فقط، مثل المنسوجات، البلاستيك، المواد البناء، كل هذه نقدر نستفيد منها برفع القيمة للزيت اللي ممكن ان احنا نستغله. فكل ما رحنا لليسار كل ما كان افضل اقتصاديا وكل ما كان افضل للبيئه. لكن في اشكاليه الاصفر انه متقطع، بمعنى الشمس تطلع في النهار، في الليل ما هو العمل.
الرياح تهب في أوقات وتسكن في أوقات أخرى، الأمواج كذلك. فيجب يكون هناك عندنا تخزين للطاقة، تخزين للطاقة، طاقة كهروكيميائية مثل البطاريات أو إنتاج غاز الهيدروجين. الآن الهيدروجين أصبح حديث تقنيات كبير جدا، وخاصة في المملكة الهيدروجين الأخضر، يمكن سمعتوا فيه لإنتاج، ينتج الهيدروجين الأخضر من الماء، من التحليل الكهرومائي الكهروكيميائي للماء، وينتج الهيدروجين، ومن ثم تأخذ هذا الهيدروجين تحرقه، ونتيجة حرق الهيدروجين لا ينتج منه ثاني أكسيد الكربون، فقط يطلع منه ماء، فهو يعتبر وقود المستقبل. طبعا الأجهزة والريسايكلينج لها أو إعادة التدوير يعتبر تحدي كبير. وبعدين اللي هو الانرجي لايف تايم، يعني مثلا اللوح الشمسي يعيش تقريبا 25 سنة، لكن ما هو الأمور التي دخلت في تصنيع هذا اللوح الشمسي يجب أن تؤخذ في الحسبان كذلك. فالطاقة الشمسية، هذا أنا جبت يعني اعذروني هذه الشريحة معقدة، لكن هي تصف تطور الخلايا الشمسية من 1975. يعني شوف 1975 كانت كفاءة اللوح الشمسي تقريبا 4%، يعني سقوط الشمس من الفضاء على متر مربع على الكرة الأرضية يحول فقط 4%، يعني لو نزل 1000 واط فيعطيك 4 واط فقط. شوف الآن وصل تقريبا إلى 23%، فمعناته 1000 واط ممكن يعطي 230 واط، فتحول كبير في استغلال الطاقة الشمسية. هنا تجدون اللي هو تكلفة تركيب الطاقة الشمسية. من عام ما هو واضح بس 2010 كانت الطاقة الشمسية تكلف الكيلو واط واحد يكلف $180، الآن نزل إلى $60، اللي هو تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة من الكهرباء اللي هو كيلو واط أور. طبعا هذا متوسط، في السعودية نزل إلى مستويات أقل بكثير، بحيث أن يكلف تقريبا 7 هلالات للكيلو واط أور، بينما في المنازل في فترة الكهرباء في الشريحة الثانية يصل إلى 30 هللة. فنزلت تكاليف الطاقة الشمسية بشكل كبير، وبالتالي هي تعتبر خيار مناسب للإنتاج. لكن أذكر أنه موضوع تخزين الطاقة موضوع مهم جدا، فبالتالي يجب أنها تؤخذ في الحسبان، أنها تكون تعمل على مدى 24 ساعة. الخلايا الشمسية التي تنتج الكهرباء تعمل فقط في النهار، لكن هناك تقنية أخرى من الطاقة الشمسية الحرارية التي تعمل على 24 ساعة. فأتمنى أنه تكلمنا عن الطاقة وأهمية الطاقة وأشكالها وتحويلها من شكل إلى آخر، وتداعيات استهلاك الطاقة بشكل كبير اللي هو إنتاج ثاني أكسيد الكربون، والذي يعتبر غير مستدام. الاستدامة بمحاورها الثلاثة: استدامة بيئية، استدامة اجتماعية، استدامة اقتصادية. أعتقد الاجتماعية والاقتصادية موجودة، الاستدامة البيئية هي المهم وهي المحرك الرئيس للطاقات المتجددة، أو وجود وقود نتيجة حرقه لا ينتج منه ثاني أكسيد الكربون. فهذه المحاور الثلاثة أنا أعتقد أنها مهمة، خاصة فئة الجامعات والشباب، أنه نقدر نستغل هذا اليوتيلايزيشن في كفاءة الطاقة. إحنا في السعودية حبانا الله بمصدر للبترول، بحيث أن الطاقة تكون عندنا مضمونة، لكن يجب أن نكون دقيقين في استخدامها. يجب أن نكون دقيقين جدا في استخدام الكهرباء والماء، لأن الماء إحنا نستخدم الطاقة لإنتاج الماء. دائما إذا كانت الكهرباء أو الطاقة رخيصة، الاستهلاك يكون فيها هدر أكثر من اللازم. فيجب أن إحنا من الآن وفي السابق يعني مراكز في كفاءة الطاقة واستهلاك الطاقة بدأت في هذا العمل. فأنا أعتقد أنه مجال خصب جدا للأعمال، وخاصة للإنتربرنورز في هذا المجال، كفاءة الطاقة ومراقبة الطاقة. الآن أنت استهلاكك آخر الشهر تجي فاتورة الكهرباء، يمكن كثير منكم ما هو مستعد لدفع هذه الفاتورة، لكن في بيجيكم يوم تدفعون هذه الفاتورة تجي آخر الشهر.
متى استهلكتها؟ كيف استهلاكها؟ هل في الليل؟ هل في النهار؟ هذا مهم جدا، ونعتقد أنه بيكون مجال للأعمال، مجال خصب في المستقبل، اللي هو الانرجي مونيتورينج. طبعا هذا الكلام كله يجب يكون في اويرنس، لازم يكون في تدريب، لازم يكون في تعليم، مراكز التعليم ومراكز التدريب اعتقد كذلك بدأنا الآن في 3 مراكز، لكنها يعني الحاجة لها تكون أكثر بكثير. فهذا كله يترجم على موضوع اللي هو small medium enterprise أو الشركات الصغيرة التي تناسب طبيعة الطاقة المتجددة. يعني مثلا نجد في دول مثل أسبانيا تقريبا 90% من أعمال الطاقة المتجددة فيها شركات صغيرة، شركات ما بين 5 موظفين إلى 10 موظفين، وليست شركات كبيرة. وهذا تأثيرها في الاقتصاد ليس فقط بعد في أسبانيا، في دول مثل اليابان ودول أخرى. فالطاقة المتجددة تعتبر أرض خصب للأسميز، حتى كذلك large companies. يعني عندنا الآن شركات ضخمة ورائدة في سوق الطاقة والطاقة المتجددة الحمد لله. فأتمنى أن أعطيت فكرة مبسطة، والمتخصصين في هذا المجال يعني يعذروني، لكن إن شاء الله أن يكون للحديث بقية، وشكرا لكم. شكرا. آخر شيء، هذه شريحة لمحطة تعتبر محطة طاقة حرارية. الشمس، هذه المرايا تركز الشمس في العمود اللي في النصف، وهذه المحطة تعمل 24 ساعة. هذه المحطة في أسبانيا. شكرا لكم.